هاتفي من ايطاليا، معي دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الاوروبية. مساء الخير يا دكتور فؤاد. مساء النور، تحياتي للجميع. اهلا بيك، احكي لي ما اخبار ايطاليا ايه والكورونا دلوقتي؟ بالنسبة لايطاليا اليوم احنا موجودين زي ما بيعرفوا الجميع في الموجة الكبيرة اللي بدأت في شهر 3، نقسمها الى المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه. احنا هسه حاليا في المرحله الرابعه، بدات في شهر 9 بارتفاع جديد في عدد الاصابات، في اختلاف كبير بين المرحله الرابعه والمرحله الاولى. اولا عدد المسحات يزداد كبير، اليوم وصلنا ل 225 ألف متحف. في المرحلة الأولى في شهر 2 و3 كنا نعمل 17 ألف متحف. نسبة المتحات الإيجابية بالنسبة للعدد لجميع المتحات اليوم 16%. في شهر 1 و2 و3 كان 35%. متوسط عمر المصابين اليوم 40 سنة، في المرحلة الأولى كان 65 سنة، اليوم 95% من الأشخاص يتعالجون في البيوت مع البروتوكول اللي بننصحه دائما، هو علاج في البيوت أول 5 أيام. في نفس الوقت اليوم الفيروس زاد قوته في العداوة 13 مرة من بالنسبة للمرحلة الأولى، قوته بالانتشار بس بسبب اعراض غير خطيره عكس المرحله الاولى، وكان المصابين بالاغلب مسنين. اليوم الاغلب المصابين موجودين بين الشباب، و 80% بدون اعراض، 85% يتعافون، وهذا رقم مهم ولازم نركز عليه يوميا. ايه هي الرسالة اللي ممكن توجهها الى الشعب المصري يعني بعد اللي احنا شفناه في الايام الاخيرة من ارتفاع لأعداد المصابين بشكل كبير جدا في ايطاليا؟ ايه اللي ممكن توجهه كنصيحة للشعب المصري؟ الشعب المصري الحبيب اللي يوميا باتصال وخصوصا مع الجالية المصرية هنا، انا نصحته وبنصح وبكرر مع من خلال التلفزيون اليوم، انه العلاج المهم هو اولا الوقايه، احترام جميع النصائح الطبيه. ثانيا واذا في عندك اعراض، اول 4 أعراض المعترف فيها عالميا، فقدان حاسه الشم، فقدان حاسه تذوق الطعام، حم عالي، وجع راس عالي، وجفاف الحنجرة، حجر صحي ذاتي بدون ما تعمل المسحة، وإذا فيش مجال بداية العلاج في البيوت أول 5 أيام باتفاق مع الدكتور، عدم الذهاب إلى المستشفيات وإلى المراكز الطبية وإذا فيش ضروري. 95% من سكان إيطاليا المصابين يتعالجون في البيوت وبنجاح. بعد اليوم الخامس واذا في عندك اعراض تنفس وضيقة التنفس تزداد، اتصال بالدكتور مره ثانيه، عمل اشعه، واذا في حاجه الذهاب الى المستشفى. وفي هذيك الحاله في علاجات مفيده، دواء ضد الملاريا، البلازما الدم، الايبارينا والاسبرينا. توجه للاطباء في مصر، عندهم خبره كبيره، عمل تشريح الجثث بكثير، لانه اثبت انه مع تشريح الجثث انه الجلطات الدمويه تسبب كثير من الاشخاص اللي توفوا. عشان هيك مفيد في اول 5 أيام انه الواحد ياخذ فيتامين سي واسبرينا وايبارينا ضد الجلطات الدموية. بالنسبة للقاح، أنا حسب ما صرحت أول يوم إنه الجيش الأبيض
سوف يربح الحرب بدون لقاح، لانه بنعرف انه اللقاح بده سنتين، وقبل ما يوصل اللقاح بتامل انه الوباء يخضع خالص والشعوب كلها في امان. دكتور فؤاد عوده رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه بايطاليا، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور حسين